جولتنا الثقافية والفنية لليوم بنبلشها مع عروض الأفلام يلي بتنظمها فونداسيون إيميل لشاهين بالأنديو مثل صباح كل نهار تنين مثل مساء كل نهار تنين. واليوم الموعد رح بيكون مع عرض فيلم رين مان. هالفيلم من بطولة داستن هوفمان وتوم كروز ومن إخراج باري ليفنسون وتم إنتاجه سنة 1988. العرض بتميم الساعة 7 المساء ويلي العرض حلقة نقاش. تنطلق اليوم بسينما متروبوليس سوفيل فعاليه مهرجان ما بقى الا نوصل اولموست ذير، وهو بيسلط الضوء على موضوع الهجره والنزوح من خلال افلام وثائقيه عن اشخاص هربوا للنجاه بحياتهم او بحثا عن مستقبل افضل. ضمن عروض اليوم فيلم الافتتاح رح بيكون على الساعه 8:15 لفيلم بعنوان ملجا شلتر لفرناند ميلجر، وبيستمر المهرجان لغايه 5 تشرين الاول. من سينما متروبوليس بننتقل إلى مسرح المدينة، وبمناسبة الاحتفالية اللي بنظمها مسرح المدينة بمناسبة مرور 20 سنة على هالفضاء المسرحي ببيروت. الموعد رح يكون بستة الشهر مع عرض مسرحي بعنوان العنف، بيجمع جليلة بكار والفاضل الجعيبي، وهي بتحكي عن المخاوف يلي ولدت من بعد الثورة التونسية. العرض رح بيكون واحد بستة الشهر على الساعة 8:30 المساء على خشبة مسرح المدينة. تستقبل جامعة جورج ساون بقطر، وبإطار الموسم الثقافي لبرنامج اللغة والثقافة العربية، الفنانة أميمة الخليل وهاني سبليني بحفل غنائي، وذلك نهار الاثنين 10 تشرين الأول بمسرح جامعة جورج ساون بقطر على الساعة 6 المساء، والدعوة عامة. بمناسبة مرور 150 سنة على تأسيس الأيوبي، بتقدم مبادرة العمل المسرحي بالجامعة ومركز الفنون والأداب عرض أدائي بعنوان مناضلات. هالعمل فكرة سحر عساف يلي تولد أعداده كمان، وهو عبارة عن أداء لثلاث خطابات ألقتها نساء رائدات بالأيوبي بأوائل القرن العشرين. جوليا قصار رح تقرأ كلمات مي زيادة، عليا الخليدي رح تقرأ كلمات عنبر السلام، والممثلة الفلسطينية رايدة طه رح تقرأ وداد قرطاس. الموعد مع مناضلات بست شهر بالأسامبلي هول بالأيوبي. منتابع جولتنا، وبإطار مهرجان إيل دو فرانس للموسيقى وضيف الشرف لهالعام الموسيقى اللبنانية، افتتح المهرجان الفنانة اللبنانية فادية طنب الحاج، وامبارح كنا على موعد مع الفنانة جاهدة وهبي. أما الموعد المقبل رح بيكون بسبعة الشهر مع الفنان زاد ملتقى يلي رح بيقدم حفل بتياتر جون فيلار دو فيتري سور سين. وفرقة مشروع ليلى رح تختتم الفعاليات بثمان الشهر. تحية للفنان الراحل حسن علاء الدين شوشو، بخصص متحف مقام بعليتا بجبال معرض بضم صور ومقاطع من عدد من مسرحياته تحت عنوان آخ يا شوشو. وخلال الافتتاح بيقدم الفنان زياد عيتاني مقتطفات من مسرحية بيروت طريق جديدة. الموعد ب 8 تشرين الأول على الساعة 6 المساء بمتحف مقام. شو غزاري بغزاري؟ غزاري بالمرة المسرح. أرجوك وعطول بزاري حق 18 ليرة هي المسكة. روحي قال 18 ليرة، حق 12 ليرة امبارح اشتريت وحدة مثلي ب 12 ليرة ومعي فاتورة. يا سيدي أنا كمان معي فاتورة موجودة بالخزانة. أنا 12
انا عم اقول لك 18 انا كلمتي ما بتصير تنتينها. واني كلمتي ما بتصير تنتين، كلمتي كلمه، فهمت ام لا؟ لو بدي اجري الدم انهار ب 12. انا رح اجيب الفاتوره لحتى اقنعك وفرجيك انه الفاتوره ب 18. لا ب 12. 18 12 18 12. شو رايك؟ قد ايه الساعه؟ قد ايه الفاتوره؟ ب 18 12 18 12. دي زويت. دي زويت؟ شو يعني دي زويت؟ دي زويت هيدي هي. ايه هيدي هي، ما عم اقول لك هيدي هي. قد ايه الساعه؟ نعم 12. شو بتاعي حقها 12؟ بالاذن شوي لرح اجيب لك الفاتوره واجي. ها؟ جيناك رجعت لاخر الدم. ب 12، لا ب 18. بنوجه تحيه الى روح شوشو والفنانه فريا الكريم. بافتتاح الموسم الجديد، مركز التراث اللبناني بالجامعه اللبنانيه الامريكيه الايو بيدعي الى لقاء بيروي ذكريات من حكايات راس بيروت، فضاء كوزموبوليتي واحد في مجتمع متعدد، مشاهد وحكايات وحنين مع ابناء هالمنطقه اللؤلؤه بعاصمتنا الغاليه. بيشارك بهاللقاء السيده ليلى الصليبي داغر من البي سي دبليو الى البي يو سي الى الايو، الحاج ابو خضر زكريا الغالي امين السر الجبهه الموحده لراس بيروت، هكذا كانت منطقه راس بيروت قبل نصف قرن، ومقاطع من فيلم محمود حجاج هذه ذكرياتهم عن راس بيروت. بدير اللقاء مدير المركز الشاعر أنري صغيب. الموعد بكرة الثلاثة 4 الشهر على الساعة 6 المساء بالقاعة 904 كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال بالمبنى الجديد للجامعة الطابق الأرضي بقريطن. منتابع جولتنا الثقافية مع الدورة 16 لمهرجان بيروت الدولي للسينما. الدورة الجديدة بتنطلق ب 5 تشرين الأول وبتستمر فعالياتها لغاية 13 تشرين الأول مع مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام. فيلم الافتتاح هو The Girl on the Train لتيت تايلور. عروض الأفلام رح بتكون ما بين فوكس سينماز، جراند سينماز أبسي أشرفية والانستيتيو فرانسي دو بيروت. Rachel, why are you here? Because I'm helping find Megan. I don't think you're helping anybody. جولتنا الثقافية والفنية وصلت لختامها، كيف عم بيكون وضع الطرقات حاليا؟ خلينا ناخذ فكرة هلا مع جوال. منتابع مع اتصال مباشر من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ما بعرف مين معي على الخط، مرحبا. معاون سعيد الحاج. معاون سعيد الحاج، صباح الخير، كيفك؟ يعطيك العافية، ماشي الحال. ماشي الحال؟ الحمد لله ماشي الحال. اليوم تنين وصراحة من الصبح في عجقة على الطريق، ما بعرف هلا شو الوضع. كان يعني بلش ضغط السير الحقيقة. مزبوط. نحن نبلش حركة المرور الصباحية لليوم مع بداية الأسبوع عم بتكون كثيفة وخاصة على مداخل العاصمة. أوكي. اللي عم تشهد فيها المدخل الشمالي حركة سير كثيفة على من أوتوستراد جوني من مفرق غزير حتى جسر يسوع الملك. نعم. المسلك الشرقي إجمالا عم بكون حركة ناشطة عليه. عندنا كمان بتكمل كثيفة من نفق نهر الكلب باتجاه جسر رويال، نقاش، أنتلياس، نهر الموت وصولا حتى الدورة الكارنتينا. نعم. بولفار سن الفيل عم يشهد حركة سير كثيفة من نهر الموت باتجاه الإشارات، جديدي، اتحاد، خباز، بتكمل على الصالومة باتجاه جسر الحايك نزولا حتى جسر الواطي. اوكي. أيضا عندنا حركة سير كثيفة من جسر الواطي باتجاه جسر الحايك، كذلك الحركة كثيفة عندنا على المدخل الشرقي من كوي عريا وصولا حتى الجمهور وبتكمل ناشطة باتجاه السيد. اوكي. المدخل الجنوبي عم تكون الحركة كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي وصولا حتى في المطار، كذلك من خلدي الأوزاعي عم تكون الحركة كثيفة. كذلك عندنا حركة كثيفة على محور الفرشي مع الحدث وصولا حتى جاليري سمعان. أما داخل العاصمة عم تكون حركة كثيفة من المدينة الهندية باتجاه الكولا وصولا حتى نفق سليم إسلام. أوكي. وأخيرا عندنا حركة كثيفة من جدة عمر بيهم باتجاه بشارع الخوري تباعا حتى الوسط. أوكي، يعني كثيفة وين ما كان من دون أي عوائق على الطرقات. صح. واليوم التنين يمكن بتضغط زيادة والمدارس اللي ما بلشت مبلش اليوم كل هول مع بعضهم. أوكي، بخصوص حوادث السير. بخصوص الحوادث عندنا 15 حادث خلال 24 ساعة الماضية نتج عنهم 4 قتلى و20 جريح.
الله يرحمهم والجرحى يقوموا بالسلامة. ضبط السرعة، مخالفات سرعة الرادار خلال 24 ساعة الماضية كانت النتيجة 1056 محضر مخالفة سرعة زائدة. ما بعرف شو لازم تعملوا بخصوص النسبة يلي عم ترتفع يوم بعد يوم، بس أكيد ما بطلت مقبولة يعني. بنتمنى أنه العالم مزبوط يعني. شكرا لك، يعطيك العافية، بنتمنى لك بداية أسبوع منيحة، يعطيك العافية. بريك ونرجع.